بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأخبار التي رويت عن كثير من السلف في نزول المائدة وأنها نزلت، قال: وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته، وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم: قال الله إني منزلها عليكم الآية. وقد قال قائلون إنها لم تنزل، فروى ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله: أنزل علينا مائدة من السماء، قال: هو مثل ضرب ولم ينزل شيء. اسناد ضعيف عن مجاهد. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم روى ابن جرير عن ابن جريج عن مجاهد قال: ما إذا عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا. يعني قول الله عز وجل: قال الله إني منزله عليكم، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا، فأبوا أن تنزل عليهم. وروى أيضا عن منصور بن زادان عن الحسن أنه قال في المائدة: لم تنزل. عن قتادة قال: كان الحسن يقول لما قيل لهم: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا: لا حاجة لنا فيها، فلم تنزل. يقول: هذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن. وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى، وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الأحد. هذا كلام ضعيف في الحقيقة، لأنه إذا كان ما هو أعظم من خبر المائدة لم يذكر في كتبهم، بل في كتبهم ما يناقض ما جاء به كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وواقعة صلب المسيح شاهدة على ذلك، أعني
المذكور في كتبهم من صلب المسيح وقد كذبهم الله، وهم عندهم اتفاق على وقوع هذا الصلب وهو باطل، ورواياتهم تدل على أنهم لا يتقنون الرواية ولا يعرفون مصادر هذه الكتب الأصلية ولا يعرفون المترجم، وهذا مسدل عندهم في انقطاع الأسانيد في الكتب نفسها. الأسانيد أولا، اثنان من الكتب الكبرى عندهم مرسلة، بمعنى أن لوقا ومرقس كلاهما ليس من الحواريين، هي رواية مرسلة مثل رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عند أهل الحديث في أخبار الآحاد عندنا ضعيفة، فكيف يقول أن الكتب تكون متواترة؟ الكتب نفسها ليست متواترة، فخبر مثل هذا لا يبعد أن يكون كذلك. كلام عيسى في المهد الذي ذكره الله في القرآن، مع أن الشواهد قوية جدا عندهم على ولود، يعني كيف نشأ المسيح غير متهم فيهم، بل معظما معلما لا يستطيع أحد أن يرده، ولم تتهم مريم بشيء من الفاحشة، فكيف ظلت على هذا الحال؟ لابد من ولود أمر خارق للعادة يؤدي إلى براءتها، وهو الذي ذكره الله من كلام عيسى في المهد، وليس عندهم من ذلك خبر واحد. فمسألة أن أهل الكتاب يعني لابد أن يكون ذلك متواترا إذا كانوا أمة تهتم بنقل ما ورد عن الأنبياء، إنما هي أمة في الحقيقة ضعيفة الحفظ، ضعيفة الاهتمام بالنقل، لم يعطوا علم السند، إنما اعتمادهم على ما يدعون من الخوارق للعادات، هذا أعظم ما عندهم في إثبات صلاح الصالحين الذين زعموا أنهم نقلوا هذه الكتب، وليس عندهم أكثر من ذلك، لا علم إسناد ولا حتى علم ترجمة. ولذا تجد عجبا الكتب الآن مختلفة عما كانت عليه قبل 100 سنة، وما كان قبل 100 سنة مختلف عما كان عليه الحال أيام يعني من 700 سنة في ابن القيم وابن تيمية. ابن القيم يقعد ينقل أخبار كثيرة جدا عن التوراة والإنجيل، تدور عليها دلوقتي ليست موجودة، ما كيف حدث ذلك؟ حصلت تعديلات كثيرة، الطبعات المختلفة، أول طبعة حصلت دوشة على أحد الإخوة الذين طبع الكتاب المقدس على أول طبعة، أو عالش حاجة، أول طبعة للكتاب المقدس بزعمهم يعني في اسمهم، طبعها مرة تانية، الكنيسة هاجت هياج شديد جدا، إزاي تطلع الكتاب بهذه الطريقة؟ وعملش حاجة، هي الطبعة الأولانية، أول ترجمة عربية لكتابهم، فطلعها عشان يوري الناس إزاي تعدلت خلال من 1880 أو 70 حاجة زي كده، يعني في القرن 19 الميلادي، والطبعات الموجودة دلوقتي، وشوف التغيرات اللي حصلت فيها، فما بالك بقى بالمخطوطات القديمة، فما بالك إن أصل الكتاب مكتوب بلغة يعني غير التي وجد بها أول، وجدت بها أول نسخة. يقول له طب اسأله من المترجم، من الذي قام بالترجمة؟ يقول لك حد قام بالترجمة ممتلأ من روح القدس، مش عرفك إن هو مترجم ترجمة صحيحة. فمثل هذا تعارض به ظواهر القرآن، قد قال عز وجل قال الله إني منزله عليك، سيدنا عيسى عليه السلام قال الله قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، دعا ربنا سبحانه وتعالى، فكيف نترك ظواهر القرآن لمجرد أنهم لا يعرفون خبر هذه المائدة، ونقول لو كان تفرت الدواعي على نقله عند أمة يعني تعرف ما نقل عن نبيه، ده وجود الإنجيل أصلا ككتاب منزل هم لا يعترفون بذلك، رغم أن الكتاب عندهم ينص على أن المسيح نص على وجود الإنجيل، حيث قال توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل، وليس عندهم إنجيل نزل على عيسى، وإنما الإنجيل الذي يدعونه هو كتب رواها اثنان من الحواريون من الحواريين واثنان من تلامذتهم، وأصبحت هذه ثم رسائل ما يسمونهم بالرسل كتبهم إلى الأفاق بالدعوة إلى النصرانية ضمت إلى
الإنجيل ورسائل بولس أيضا الذي هو كان طيلة حياة المسيح عدوا للمسيح وبرهة من الزمن، ضم كل هذا وأصبح هو الإنجيل. أما كتاب أنزله الله على عيسى تكلم به المسيح عليه السلام فهذا شيء آخر، هذا غير مولود. فإذا كان أصل الكتاب الذي أنزله الله عز وجل لم يحفظ، تعرضوا لاضطهاد شديد ولم يكن عندهم من الحفظ والقوة في العلم والقوة في أداء الحق ما عند أهل الإسلام، فالاضطهاد أيضا أدى إلى وجود تعددية كبيرة جدا. المجمع الأول، مجمع نيقيا الأول، اختار الأناجيل الأربعة من بين 70 إنجيلا في ذلك الوقت، 74 اعتبر دول المقدسين والباقي مش مقدس. بناء على ماذا؟ بناء على ما يوافق اعتقاد 300 وبضعة يعني وزيادة قليلة من أصل 2000 وزيادة من الأحبار والرهبان المجموعين في المجمع من أقطار الأرض. دي حاجات مش احنا اللي بنقولها، والله هم اللي بيقولوها، فشيء لا دخل لنا به، لتاريخهم هو المسجل فيه ذلك. فمثل هذا الأمر كيف يقال بعد ذلك أن إذا لم يوجد عندهم ذلك يقوي عدم نزول المائدة؟ الصحيح أن المائدة قد نزلت. يقول: ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت وهو الذي اختاره ابن جرير، قال: لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: وعد الله ووعيده حق وصدق، وهذا القول هو والله أعلم الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم، هذا هو الصحيح الذي لا نشك في خلافه والله أعلم. من ضمن الأخبار التي لا أثر لهم، لا أثر عندهم لها، قصة إلقاء الأقلام في النهر: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ثلاث أحداث كبيرة جدا: كلام عيسى في المهد، وقصة زكريا في كفالته لمريم، وقصة المائدة. لا خبر عندهم، وعندهم خبر مكذوب وهو قصة الصلب. فما الشأن في يعني أنهم أمة لم تحفظ ما وجب عليها أن تحفظه من كتاب ربها؟ قال: وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر. والصح يقال وجد مائدة، أما وجد المائدة فمن أدرانا أن هذه هي المائدة؟ هذا ليس عندنا خبر من ذلك، لكن الصواب أن يقال وجد مائدة مرصعة، ممكن تكون أصلا خطأ في يعني النسخ. قال: مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان ابن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من الياقوت النفيسة والجواهر اليتيمة، يعني النادرة والله أعلم. ها؟ دور في بلاد المغرب، لا الله أعلم. هو عيسى لا اتنقلت نقل، نقل هذا ممكن زي بالضبط كده، أشياء كثيرة جدا موضوعة في متاحف بعيدة، يعني أشياء آثار النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في الأستانة، في بعض الكتب موجودة آثار نبوية موجودة في متاحف في اسطنبول. نعم. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام، قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره.
ما عنديش، هاتوا. قال ابن كثير رحمه الله: وقد قال الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لنا ربك يجعل لنا أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرئك السلام، يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح له الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. صححه الشيخ الألباني، رواه ابن مردويه والحاكم في مستدركه. الله أعلم. هناك كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير عن مجاهد قال: هذا المروي عن مجاهد والحسن خطأ منهما، لم يستند فيه إلى خبر ثابت، وإنما هو رأي واستنباط أخطأ طريقة. وأما ما زعمه الحافظ ابن كثير هنا من أنه قد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى إلى آخر كلامه، فإنه كلام ضعيف لا قيمة له ولا حجة فيه، ولا أدري كيف يظن ابن كثير هذا الظن الباطل. وطبعا ابن كثير بيقول يعني وجه هذا الكلام مش أنه ظنه، لأنه رجع وقال الصواب هو إيه؟ أنها نزلت. قال: وإن كان قد استدرك بعده فرجع القول الصحيح الذي يدل عليه صريح القرآن، يقول ظاهر القرآن أن المائدة نزلت عليهم، فالاستناد إلى أن خبر المائدة ليس في كتب النصارى ولا يعرفونه كلام متهافت باطل، لأن القرآن جاء مهيمنا على الكتب السابقة، فما وافقه منها كان صحيحا وما خالفه كان باطلا، فأولى أن لا يكون سكوتها عن شيء إمارة نفيه، إذ ما أثبته القرآن ومن زعم أن عدم ذكرها عندهم دليل على نفي وجودها مع ذكرها في القرآن، فقد جعل هذه الكتب المحرفة غير الثابتة هي المهيمنة على القرآن، وحاشا لمسلم أن يزعم ذلك. ثم ليس خبر المائدة وحده والثابت في القرآن غير المذكور عندهم، فإن خبر كلام عيسى في المهدي ثابت في الكتاب العزيز بأصرح لفظ وأوضحه، ولا يعرفه النصارى في كتبهم وأخبارهم مع توافر الدواعي على نقله، فكان ماذا؟ كان أن القرآن حق وما خالفه باطل دون تردد أو ريب. جزاه الله خيرا. كلام ابن كثير رحمه الله قال في قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يقول: هذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره. واستدل قتادة على ذلك على أن هذا يوم القيامة، أن هذا كلام يقع من الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، أن هذا كلام من الله لعيسى يوم القيامة. قال: واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا. وصوبه ابن جرير قال: وكان ذلك حين رفعه إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما أن الكلام بلفظ الماضي، والثاني قوله: إن تعذبهم وإن تغفر لهم، يعني يوم القيامة قد وقع أحدهما. لا، كان ذلك عرصات القيامة لم يقع بعد عذاب جهنم، وهم لم يردوا النار بعد في الموقف الحساب، هذا ممكن. وأما الكلام بلفظ الماضي فكلام ضعيف جدا، ذلك أن الله قد قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فهذا الكلام ليس بسديد. والله أعلى وأعلم. كل أخبار القيامة كثير جدا منها بلفظ الماضي: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، ما أكثر
الإخبار بالخبر الماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع كأنه قد كان. يقول هذان الدليلان فيهما نظر، لأن كثيرا من أمور القيامة من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ الماضي ليدل على الوقوع والثبوت، ومعنى قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية التبري منهم، ورد المشيئة فيهم إلى الله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات، يعني وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا مردود إلى مشيئة الله لا يلزم أن يقع، بل والصحيح أن هذا التعليق له وجه في بعضهم، أن يغفر لبعضهم الذين لم يبلغهم خبر المسيح صلى الله عليه وسلم على حقيقته ولم يبلغهم الكتاب، فإن كثيرا منهم لم تبلغهم قصة المسيح صلى الله عليه وسلم ولا الكتب المنزلة على حقيقتها ولا حتى الكتاب الذي بين أيديهم. الكتاب الذي بين أيديهم إنما انتشر انتشارا واسعا في العصور المتأخرة، قبل ذلك كان ممنوعا أن ينظر في الكتاب المقدس أحد، وإنما ينظر فيه الأحبار والرهبان فقط، وليس يجوز لأحد من عامة الناس إلا أن يذهب إلى القساوسة ويأخذ منهم المقرر المعلوم، أما أن ينظروا في الكتاب فليس لم يكن هذا متاحا لهم. فهذا ليس ببعيد أن يوجد في العصور المختلفة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، أو قبل أن يبلغهم خبره عليه الصلاة والسلام، من لا يعرف حقيقة دعوة المسيح ولم يصله توراة ولا إنجيل، فهذا محتمل أن يكون من أهل الامتحان يوم القيامة فهو في المشيئة. الفطرة والميثاق الأول ليس مما يعني رضي الله عز وجل أن تقوم بهم الحجة فقط، الله عز وجل جعل الفطرة والميثاق الأول الذي أخذه على ظهر أدم ضمن الحجة بعد بلوغ دعوة الرسل وليس دون بعثة الرسل. الله عز وجل يحب العذر، ما من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فلا تقوم الحجة بميثاق الفطرة ولا بميثاق الأول الذي هم كانوا أخذ عليهم وهم في ظهر آدم إلا إذا أبلغتهم دعوة الرسل، إلا إذا بلغتهم دعوة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم يبلغه دعوة الرسول لم يكن معذبا. هذا الكلام يدل على وصول دعوة الرسل أليس كذلك؟ إذن نقول هذا فيما بلغته الدعوة، نقول وكررنا هذا، من بلغه التوراة والإنجيل التي بين أيديهم حتى مع التحريف ليس بمعذور، لأن فيها من أدلة التوحيد أضعاف مضاعفة عما يحتمل أن يكون دليل على الشرك، ولكن يحتمل أن يكون بعضهم لم تبلغه. نعم هذا الكلام محتمل ممن يقول فيه عيسى وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وانظر كيف ختمها بالعزيز الحكيم الذي هو مقتضى إرساله عز وجل للرسل، قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فهو سبحانه وتعالى من آثار عزته وحكمته أنه يقيم الحجج على العباد ولا يعذبهم سبحانه وتعالى إلا بعد أن تبلغهم دعوة الرسل. هل من الممكن أن يكون كثير من النصارى ما بلغه إلا أن المسيح يدعي الإلهية وأنه ادعى البنوة ونحو ذلك ولم يبلغه عن نبي قط خلاف ذلك؟ هذا وارد، ليس بممتنع على أحد، على الأقل على أحد منهم، وهم الذين يحتمل أن يغفر لهم لأنهم يكونون من أهل الامتحان، لأنه ماتوا كفارا مشركين لم تبلغهم دعوة رسول على وجهها، فعند ذلك يمتحنون يوم القيامة. من دخل النار يرسل الله إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. فيكون تعليق عيسى صلى الله عليه وسلم الكلام
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ليس أنه احتمال أن يغفر الله لمشرك بلغته دعوة الرسل، ولكن احتمال من متى يمكن أن يغفر لمشرك مات على الشرك، إذا كان مات قبل إيه؟ أن تبلغه الدعوة، أن يبلغه الدين الذي جاء به الرسل لا عن أي رسول. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فيقول الذي مات في الفترة: ربي لقد جاء ربي ما أتاني لك من رسول. يمكن أن يكون بعض عوام النصارى وكذا اليهود في أقطار الأرض من هذه النوعية، إذا كان هذا يمكن أن يقع في الأمم الجاهلة، فهذا أمم أوروبا وغيرها والأمم البعيدة يمكن أن يقع، وانتسبوا إلى المسيح صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن هذه هي دعوته، كذب الكذابون عليهم فخدعوهم بذلك، وما طلعوا كتبا ولا كما ذكرنا ليس عندهم نقل جيد ولا حتى بدرجة ما لأخبار المسيح صلى الله عليه وسلم ولا لسيرته، فحدث ذلك منه، يمكن أن يقع ذلك، والله أعلم. لذلك قلنا أن تعليق على الشرط يمكن أن يكون موضعه من لم يبلغه، والله أعلم. يقول: والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر، يعني أن هذا الكلام إنما هو يوم القيامة. يقول: والله أعلم. الذي قاله قتادة وهو غيره هو الأظهر، والله أعلم، أن ذلك كائن يوم القيامة، ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روي بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ بن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن عبد العزيز، وكان ثقة، قال: سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دعي الأنبياء، دعي بالأنبياء وأممهم، ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها، فيقول: يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الآية، ثم يقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فينكر أن يكون قال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون: نعم هو أمرنا بذلك. قال: فيطول شعر عيسى عليه السلام، فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجافيهم بين يدي الله عز وجل مقدار 1000 عام، حتى ترفع عليهم الحجة ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار. وهذا حديث غريب عزيز، هذا حديث ضعيف لا يثبت. وطبعا مش بل يعني، لأن معظم هذه الغرائب ابن كثير يشير إلى ضعفها. وقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل، كما روى ابن أبي حاتم عن طاووس عن أبي هريرة قال: يلقى عيسى حجته، ولقاه الله تعالى في قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر الآية. وقوله إن كنت قلته فقد علمته، أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء، فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته، ولهذا قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بإبلاغه، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي هذا هو الذي قلت لهم،
وقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. رواه البخاري عند هذه الآية. وهذا في قوله أصحابي في من ارتد بعده عليه الصلاة والسلام ممن لقيه، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أنه مسلم فظن يوم القيامة أنهم ما زالوا على الإسلام فقال هذا، فليس فيه حجة للرافضة الخبثاء في زعمهم أن الصحابة قد ارتدوا، فإن هذا في من كفر وارتد عن الإسلام من العرب الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وليس أن هذه الآية في الصحابة. أصحابي هذه كلمة أصحابي إنما أريد بها من كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه أو لقيه وكان مسلما ثم حصلت له ردة. وشرط الصحابي في الاصطلاح الذين نترضى عنهم ونذكر فضلهم هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك، فأما من كان مرتدا فليس داخلا في الصحابة اصطلاحا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف كل ما حدث بعده، ولذلك قال أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ثم هل تقبلون أيها الرافضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وأنتم تزعمون له وللأئمة بعده ممن هو دونه علم الجفر وعلم الغيب وعلم ما كان وما سيكون؟ فهذا من باطلهم. الحديث دليل واضح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما أحدث بعده، نص في ذلك، فهذا من أجل ذلك قال أصحابي. وأما في الرواية الأخرى فأقول أمتي أمتي فهي واردة في أهل البدع بعده، وهؤلاء يمكن أن ينجو منهم قليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. النصارى الآن ينكرون أنهم يقولون بألوهية مريم عليه السلام، أما أن هذا كان مولودا في طوائف قديمة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا معروف في تاريخهم. هناك طوائف نصرانية كثيرة كانت تقول بألوهية مريم وأكثرها انقرض، أما المولودون الآن فهم يؤلهون مريم بصرف العبادة لها، فعندهم من الغلو فيها وسؤالها قضاء الحاجات واعتقاد أنها تسمع خطابهم وتجيب دعواتهم وأنها تظهر لهم كذلك وتدبر الأمر، وماذا يكثرون لذلك أن يدعون أم النور كما يسمونها فيصرفون لها العبادات السجود لصورها وتماثيلها، فهم يؤلهونها وإن قالوا لسنا نعبدها، كما أنهم يؤلهون الأحبار والرهبان
واتخذوهم أربابا وإن قالوا إيه لسنا نعبدهم. فإذا الأمر على الوجهين، وجه أن طوائف منهم كانت تقول ذلك وهي قليلة جدا الآن، وأنها تصرح بألوهية مريم، والوجه الثاني أن طوائفهم كلها تغالي في مريم وتسألهم وتصرف لها العبادات من الدعاء والخوف والرجاء ويعني التقرب لها واعتقاد صفات الألوهية فيها، في أنها تسمع من دعاها وتجيب من سألها ونحو ذلك. حكم من مات بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عبد الله على الفطرة دون أن يسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه حقق شهادة أن لا إله إلا الله فقط، طالما لم يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن كان على التوحيد نفعه ذلك كعمر بن زيد النفيل، وإن كان هذا قد مات قبل البعثة لكن مثله مثل من لم يبلغه الخبر. أما من سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون موحدا أصلا إلا بالتصديق به صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، كلام النبي عليه الصلاة والسلام غاية في الأمور. أن يسمع بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن محمد رسول من عند الله جاء بلا إله إلا الله، يسمع كلمتين دول. لكن لو سمع عن خبر من يدعي نبوة لكن يطلب عبادة نفسه مثلا، المهم أن يكون سمع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله أصل الدين، إذا سمع عن هذه فقد بلغه خبر رسول صلى الله عليه وسلم. لكن في نبي بعديه وفي وسمع عن القرآن، واحد سمع عن الإسلام من خلال القديانية لكنه ضمن ما سمعه عن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعن القرآن، فهذا قد قامت عليه الحجة. وسماعه عن القرآن يلزمه أن لا يعتقد هذه العقائد الكفرية التي عليها القديانية من وجود نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يعلم هذه، لو لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بختم ولم لم يعلم وخاتم النبيين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. ولكن في الحقيقة العبرة في هذا ليس فقط بالآية، العبرة في هذا بالتواتر الموجود عند أهل الإسلام جميعا. هتفترض أنت افتراضات غير حاصلة من أن هذا الرجل لم يعلم ما تواتر عند أهل الإسلام وغيرهم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه خاتم النبيين، يعني مش لازم يكون أرى الآية بس يكون عرف ما يقوله المسلمون عن هؤلاء القديانية والأحمدية أنهم كفار لأجل عقيدة ختم النبوة، ده أمر متواتر. خلاص ماشي، لو افترضنا أن في جهل سنت تعرفها، لا بالحقيقة لا، أنا أجزم بأن هذه المسألة معلومة بالضرورة عند المسلمين وغيرهم أن الرسول جاء بختم النبوة، ولو تصور فعلا ذلك فهو على القاعدة ما لأنذركم به ومن بلغ. يقول أنه دخل في منتدى جامعة إسلامية فوجد أن هناك الكثير من التعليقات بالصيغة الإسلامية مثل جزاك الله خيرا أحسن الله إليك من طلاب على طالبات والعكس بحاجة وبدون حاجة، حتى إن بعضهن يتفنن في تزيين العبارات والمداخلات لأتفه الأسباب، فما تزداد الأمور بأن يكلف بعضهم البحث عن الغائبات عن المنتدى، فذلك يذكر فلان الغائبة وهذه تذكر فلان الغائب، فنصحت أن ذلك لا يجوز، وقد يدخل في بعض العبارات الخضوع بالقول ويدخل الشيطان من هذا المنطلق،
وطلبت منهم أن يكون الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، ينصحنا وابحثنا عن بعضهن، فهل فعلي صحيح؟ جزاك الله خير. وفعلا أنت منع، يعني حين نصحتهم ونصحتهن بذلك تغلق باب شر وفتنة وتسد ذريعة فساد عريض من خلال التلاقي على النت والإعجاب الشخصي ونحو ذلك، وربما يفسد بيوتا بالفعل. مجالسة الزوجة لأهل زوجها من الرجال بغرض الترحيب بهم، تفتح لهم الباب وتقول كما قالت امرأة الأنصاري: أهلا وسهلا بأضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا تجلس بعد ذلك. ماذا تصنع؟ الترحيب ده يكون تفتح الباب وتقول لهم تفضل، تفتح لهم حجرة الجلوس وتغلق الباب عليهم، وإلى أن يأتي زوجها. وهذا إذا كانوا رجالا مأمونين وما ليس هناك خلوة، أو كان هناك أحد من أولادها البالغين أو المميزين على الأقل موجودا يمنع الخلوة، فيمكن أن تفتح بهذه الصورة. وكما ذكرنا امرأة الأنصاري قالت أهلا ومرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فمثل هذا هو المشروع. غير ذلك من التوسط في الحديث وفتح باب الحوار والكلام والزيادة في هذا الباب خطر لا بد من درئه. يمكن أن تخدم المرأة ضيوف زوجها إذا كان في حجابها الساتر وبدون خلوة ومع أمن الفتنة. الرد على من يقول: لماذا تلومون عن النصارى على أنهم يأخذون من يسلم ويقتلونه؟ فعند المسلمين حد الردة. تريد أن تسوي بين الحق والباطل؟ الردة عن الحق بعد أن يتبين له الحق وبعد أن يكون قد دخل في هذا الدين يختلف تماما عن من نجا من الكفر. أنت تريد أن هذه المسألة منبعها من قضية مساواة الأديان والملل، منبعها أن الإسلام والنصرانية واليهودية والبوذية كله سواء، ده عند حقوق الإنسان المزعومة الذين ينكرون حق الإسلام في أن يختار دعوة التوحيد. والحقيقة أننا كما ذكرنا نحن نلتزم بالشرع، شرع الله عز وجل هو قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتله. وهذا شرع سابق لمن قبلنا كذلك، اليهود عندهم مثل هذا الأمر، ولكن المشكلة أنهم كانوا مسلمين فكان الواجب أن يطبقوا ذلك عندما كانوا مسلمين، عندما كان دينهم هو التوحيد وهم متبعون لرسلهم. لكن الآن هم كفروا، منذ كفروا بعيسى صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك بالرسل الذين فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فلما كفرت هذه الطوائف منهم لا يعني يمكن أن يقال أن كفرهم هذا مساو لدعوة التوحيد، هم من الآن أصبحوا كفارا. أما إذا كانوا أصحاب دعوة التوحيد الحقيقية دعوة الرسل فهذا موجود في التوراة وموجود في القرآن وموجود في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. مش عشان إحنا دولة مسلمة إحنا الكافر ده ولو في بلاد الكفر وملك يجب قتله، المرتد يعني. ها؟ نعم رجل نذر أن يذبح شاتين فوسع الله عليه فقال أذبح بقرة مكانهما، هل يصح ذلك؟ إذا كان مما يجزئ في الأضحية نعم يجزئ ذلك. شاة في يعني في فيما وجب من الدماء تعادل سبع بقرة. يقول منهك حركة كفاية وحماس، أما كفاية فحركة علمانية معروفة تدعو إلى الديمقراطية والحرية ونحو ذلك. كون إن في مطالبات بأمور من الحق مثل إلغاء الطوارئ، إلغاء التعذيب، إعطاء الناس حقوقهم، هذا لا يعني أننا نصوب الحركة ككل. نحن نقول أن ما طلبوا به من حق أمر ما يجب أن يقام في الأمة من إلغاء السجن بغير حق والتعذيب بغير حق وإلغاء ظلم الناس والاعتداء عليهم في أعراضهم وأبدانهم وأموالهم، ويعني
رفع الظلم والفساد الواقع، لكن لا يلزم من ذلك تصحيح المبادئ التي اجتمعوا عليها. أما حركة حماس فهي تابعة للإخوان المسلمين، لهم يعني حسنات وله عليهم سيئات ومآخذ تنكر عليهم في يعني مكانها ووقتها وزمنها. في ناس منتمين لهم في أثناء الجهاد سلفيين، وهناك اتجاهات أخرى. رجل كان له مال عند آخر فماطل معه، فقرر صاحب المال أن يجعل هذا المال من الزكاة، هل يجوز؟ لا يصح، يأتي لأخبث ماله الضائع المفقود فيجعله زكاة ماله. قال الله تعالى ولا تمموا الخبيث منه تنفقون، هذا المال المفقود الضائع يجعله هو الزكاة، باتفاق أهل العلم لا يصح ذلك. هل يجوز أن يضحي بخروف دون قرون؟ إذا كان خلق كذلك يجوز، وأما إذا كان كسر قرنه زيادة على النصف فلا يجوز. أصلي ركعتين من تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة قبل صلاة الفجر جائز؟ نعم يجوز ذلك، لأنه يجمع بين مقيد وهو سنة الفجر وبين مطلقين. هل يجوز أن يأخذ أموالا من أبيه أو أمه على أساس أنها مصاريف للجامعة وينفقها في الدعوة إلى الله تعالى؟ لا أرى له ذلك، إذا أخذ لأمر ينفقه فيه، إذا أعطوه لنفسه مصروفا هذا الذي ينفقه فيما يشاء من الدعوة إلى الله. عندما ينصح شخصا ينصحه عن طريق تجاربه السابقة، هل هذا جهر بالذنب؟ هو لازم يقول له عملت وعملت وعملت، إلا أن يكون قد تاب إلى الله فيرشده إلى أنه كان مثله من أهل الذنوب وأن باب التوبة مفتوح. لكن إن قال أنا أعلم شخصا قد كان منه كذا وكذا وفعل كذا وكذا وبالفعل قد صار الآن يختلف تماما، هذا خير وأفضل. قل هذا وصفنا.